بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل بيته مثابة للناس وأمنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الفضل والنعمة والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صفوة الأنام، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته الأئمة الأعلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أمة الإسلام، فإن الله عز وجل قد قال في كتابه الكريم ذاكراً فضل هذا البيت الحرام وما جعل فيه عز وجل من الآيات، قال سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدىً للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم. فذكر الله جل جلاله أن في البيت الحرام آيات بينات. هذه الآيات البينات على قولين لأهل العلم في تفسيرها، قيل إن المقصود هو ما جاء البيان بعدها، مقام إبراهيم. وإن كان مقام إبراهيم عليه السلام شيئاً واحداً، لكن جاء التعبير عنه بالجمع، فيه آيات بينات، لأن المقام في عظمة دلالته وآيته يقوم مقام الآيات، فعبر عنه بالجمع. والقول الآخر أن في البيت الحرام جملة من الآيات، أحدها مقام إبراهيم، وإلا فهذا البيت الحرام الذي أنتم تجلسون في أكنافه معشر المسلمين حافل بالآيات. وقد جعل الله عز وجل في هذا البيت الحرام من الآيات ما يزيد أهل الإيمان إيمانا، وما يكون لأهل الهداية هدى. وجعل الله جل جلاله هذه الآيات عمارة لإيمان المسلمين، وتقوية لهم، وازدياداً في طاعاتهم لربهم، وجعلها موئل إكرام سبحانه وتعالى لقاصد بيته الحرام. فيه آيات بينات، هذا المسجد الحرام، وما فيه من الآيات البينات حري بكل مسلم إذا دخله، إذا قدمه، إذا أتاه حجاً أو عمرة، أن يكون له من تلك الآيات البينات علم، وأن يكون له فيه دلالة، وأن يأخذ حظه فيه من الهداية، فإنها آيات. ثم انظر كيف وصفها الله بأنها بينات، فيه آيات بينات. فالآية وحدها لو كانت آية لكانت كفيلة بأن تكون لها أعظم الأثر في قلب المؤمن وإيمانه وعقيدته وصلته بربه، فكيف وهي بينة، يعني في غاية الوضوح والجلاء التي لا يمكن أن يكون معها غموض أو خفاء أو شيء يحتاج إلى مزيد كشف وبيان. الآيات في البيت الحرام وهي بينات كما وصف الله عديدة، إلا أن أعظم ما في هذا البيت الحرام وأجل ما فيه معشر المسلمين هو هذه الكعبة، بيت الله الحرام، الكعبة المعظمة، البيت الذي في وسط المسجد الحرام، هي مربعة الشكل، وسميت كعبة لتكعبها أو تربعها لأنها قريبة من ذلك الشكل. جاء اسمها الكعبة في الكتاب الكريم في القرآن العظيم صريحا بهذا الاسم في قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ومن أسمائها الأخرى أيضاً ما جاء في القرآن الكريم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فسمى الله الكعبة البيت، وهي بيت الله المعظم. وهي أيضاً في قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئاً. سماها الله أيضاً بالبيت العتيق في سورة الحج، قال سبحانه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن هي الكعبة وهي البيت، وهي البيت العتيق، والعتيق معناه القديم في البناء الذي أراد الله جل جلاله أن يكون على مر الزمان بيتاً يأتي إليه العباد لقصد التعبد والطواف والتقرب إلى الله عز وجل. للبيت الحرام معشر المسلمين ولهذه الكعبة من القداسة، من الجلال، من العظمة، من المهابة، ما أراد الله به أن تبقى هذه الكعبة معظمة في نفس كل مسلم أتاها أو لم يأتها، اتجه إليها من قريب أو من بعيد، قصدها فرآها فلمسها وطاف بها،
أو توجه إليها في صلواته من شرق الأرض وغربها. ولذلك فإن من تعظيم الكعبة العناية بالأحكام التي جعلها الله مخصوصة لهذا البيت العتيق، وأجل ذلك وأعظمه الطواف بها وحولها، فإن هذا من خصوصيات بيت الله العتيق. وما أذن الله لعبد من العباد بأن يطوف تعبداً على بنيان على وجه الأرض غير بيته الحرام والكعبة المعظمة، وجعل سبحانه وتعالى هذا من أفضل الأعمال. بل لأجل ذلك بنيت الكعبة، أن طهر بيتي للطائفين. هذا القصد من بناء الكعبة لأن تكون موضعاً للطواف حولها، وذلك أمر الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل بذلك، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وشرع لنا في الإسلام معشر المسلمين الطواف بالكعبة ركناً في الحج والعمرة لا يتم إلا بها، فلا يعتمر معتمر ولا يحج حاج إلا وطاف بالكعبة لزاماً. لا يتم حج ولا عمرة بغير طواف بالبيت الحرام. ثم جعل لنا على ذلك من الأجر والثواب يا كرام ما هو لائق بإكرام من قدم إلى بيت الله الحرام. إن كريماً من البشر وسخياً وجواداً من بني آدم لو أتاه شخص سائل محتاج أو زائر وضيف فدخل داره، كيف يكرمه وكيف يحتفي به وكيف يتحفه بأنواع الإكرام والإهداء والطعام والشراب ما يليق بكرم الكريم؟ بالله عليكم، فكيف بكرم أكرم الأكرمين لمن دخل بيته وأتاه وقصده وهو يقول لبيك اللهم لبيك، وهو يقول يا رب، وهو يقول ها أنا ذا يا رب فناء بيتك. كان زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده، كان إذا طاف بالكعبة يقول يا رب عبيدك بفنائك، مسيكينك بفنائك، يقول يا رب أنا العبد المسكين أطوف بفناء بيتك أرجو رحمتك وأطلب عفوك ومغفرتك. هذا البيت الحرام البيت العتيق يعلمنا كيف نكون عظماء بالتذلل بين يدي الله، لأننا في رحاب بيته في فناء بيته الحرام. فجعل الله من الثواب والإكرام لمن أتى البيت الحرام وطاف وأدى هذه العبادة ما هو جدير بها ولا يشاركها في هذا الأجر غيرها من العبادات. في حديث النسائي وهو صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف سبعا يعني سبعة أشواط فهو كعدل رقبة، كأنما أعتق رقبة. ما عتق الرقبة؟ يقول عليه الصلاة والسلام من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. كم مرة طفت؟ كم ثوابا لك بكل مرة في الطواف بعتق رقبة؟ اليوم لا رقاب يملكها الناس ولا سوق يباع فيه العبيد، لكن اليوم ثواب العتق موجود بكرم الله جل جلاله لمن طاف بالبيت الحرام. وثبت أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الحديث الذي أخرج الترمذي والحاكم وله شواهد يرتقي بها، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت كتب الله عز وجل له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة. كم خطوة بالله عليك خطوت في طوافك؟ في طواف القدوم، في طواف الإفاضة، في طواف العمرة، في طواف الحج، في طواف التطوع. أتستثقل بعد هذا طول طوافك إذا طفت عن بعد بالكعبة وطال بك الشوط، أو طفت من مسافات بعيدة أو من السطح ورأيت أن طوافك هناك ربما كان في مدته ضعف ما يقضيه الطائف قرب الكعبة؟ لا تحزن، ما فاتك شيء من الأجر، بكل خطوة أنت مأجور. فإن زادت خطواتك زادت حسناتك، وكلما زادت الحسنات محي عنك من السيئات. لا تعجب، فأنت في كرامة وضيافة رب العالمين، وهو يريد جل جلاله إكرام القاصدين إلى بيته الحرام. من طاف بالبيت كتب الله عز وجل له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة. بل نحن معشر الحجيج أمرنا إذا أتم الله لنا النسك وقضينا الحج ألا نرجع إلى ديارنا حتى نأتي فنطوف بالكعبة،
طواف الوداع الذي أوجبه العلماء لما أخرج البخاري وفي صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض فيسقط عنها طواف الوداع. وفي رواية مسلم: كان الناس ينصرفون في كل وجه، يعني يغادرون بعد تمام النسك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم، يعني لا يغادر من مكة، لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. ارتبطنا بالبيت الحرام عند القدوم للنسك، فكان طواف القدوم، فنبدأ نفتح أعيننا وقلوبنا على الكعبة، وختمنا النسك بطواف الوداع. فانظر كيف ارتبطنا بالكعبة قدوما ومغادرة، وصولا وذهابا، حتى تكون الكعبة موضع التعظيم في القلوب المسلمة. هذه أول وجوه التعظيم للكعبة والعبادات المرتبطة بها والخصائص التي خصها الله تعالى بها. وأما ثانيها فكون الكعبة قبلة المسلمين أحياء وأمواتا. مر بكم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة ظل مشتاقا إلى الكعبة وهو يقلب بصره في السماء، فنزل قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين في قبول الكعبة، يعني مقابلها وفي تلقاء وجهها، وقال: هذه القبلة. وفي رواية النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: ثم خرج، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جوف الكعبة، كان داخلها فخرج، قال: ثم خرج من جوف الكعبة فصلى ركعتين مستقبل وجه الكعبة ثم انصرف فقال: هذه القبلة، هذه القبلة. أربع جدران للكعبة، كل جدار منها قبلة للجهة التي تليها، فأينما كان المسلم شرقا وغربا اتجه إليها بإحدى جهاتها وأصابها فهي القبلة المأمور بها. من كان قريبا من الكعبة ويراها تعين عليه أن يتجه إلى عين الكعبة، ومن بعد عنها كلما ابتعدت الأقطار والبلدان ومن وراء البحار والمحيطات وفي القارات فإنه يكفي التوجه إلى جهتها. فإن كانت مكة شرق بلادك أو غربها أو شمالها أو جنوبها فحسبك الاتجاه إلى الجهة، فإنها مجزئة، لأن الله يقول: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. لا زالت القبلة نستقبلها في كل صلواتنا فرضا ونفلا، لا تصح الصلاة إلا إليها. وأصبح من شروط صحة الصلاة عندنا معشر المسلمين استقبال القبلة، فإذا فقدنا القبلة بطلت الصلاة، وينبغي الاجتهاد في تحريها وإصابتها. واستثني من ذلك صلاة النافلة للمسافر، فإذا كنت في طائرة أو باخرة أو سيارة أو قطار وأردت أن تتنفل فتصلي ركعتي ضحى أو شيئا من الركعات في جوف الليل، فإن شرط استقبال القبلة يرخص فيه، لقوله لحديث جابر رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه. وفي حديث ابن عمر: كان يسبح على ظهر راحلته، يعني يصلي النافلة صلوات الله وسلامه عليه. وكما كانت قبلة المسلمين، وكما كانت الكعبة قبلة المسلمين أحياء في الصلاة، فهي قبلتهم في الممات، ولا زالت مقابر المسلمين تجعل اتجاه القبور إلى القبلة، حرصا على تطبيق هذه السنة. وفي حديث ابن عمر: والإلحاد في البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. ولا تزال مقابر المسلمين تجعل رأس الميت ورجلاه إلى يمين القبلة ورجلاه إلى يسارها، عناية بتوجهه إلى القبلة. ثالثا، من أحكام الكعبة وخصوصياتها التي خصت بها تعظيمها بالنهي عن استقبالها أو استدبارها حال قضاء الحاجة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. لما هذا؟ تعظيما للكعبة، فإذا جلس الجالس يقضي حاجته أجلكم الله ببول أو غائط،
فإن من الأدب والتعظيم للبيت الحرام ألا يعطيه وجهه ولا ظهره، فكيف يفعل؟ قال: ولكن شرقوا أو غربوا، فإذا قضى حاجته كانت القبلة عن يمينه أو عن شماله أو انحرف عنها كذا أو كذا، لكن لا يستقبلها ولا يستدبرها تعظيما للبيت الحرام وأدبا. هذا الحكم حمله الفقهاء خصوصا على ما إذا كان في الفضاء، إذا ما كان في الخلاء، إذا ما كان في الفلاة والصحراء وفي البرية والعراء، فإن من الأدب ألا يفضي إلى القبلة باستقبال أو استدبار. فأما إذا كانت حمامات مبنية كمثل دورات المياه في المنازل والمساكن والفنادق والدور ونحوها، فإن الأمر أهون. فلو بنيت الحمامات وكان مجلس قضاء الحاجة أكرمكم الله مستقبل القبلة أو مستدبرها كان أهون وأخف وطأة، والأولى ترك ذلك أيضا مهما وجد الناس إلى ذلك سبيلا. وإنما رخص لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها أخت عبد الله بن عمر، قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فحمل العلماء ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم كان في البنيان، ومن هنا قالوا: إن كان في البنيان فلا بأس باستقبال القبلة واستدبارها. ووجه التفريق يا كرام أنه في البنيان تبقى الجدر والمباني ليست مفضية إلى القبلة، بخلاف الأماكن المفتوحة في الخلاء وفي الفلاة وفي الصحراء، فإن الجلوس إلى القبلة لا يرده شيء ولا يحده حاجز، فكان الأدب ومقتضى التعظيم ترك استقبال القبلة واستدبارها، والجمهور على ذلك. وقد قال الحافظ ابن حجر: هو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة، يعني يجمع بينها. خامسا من أحكام الكعبة معشر المسلمين ومن فضائلها التي خصها الله تعالى بها استحباب الصلاة داخلها لمن تيسر له ذلك. والمتيسر له الصلاة داخل الكعبة صنفان: من يفتح له باب الكعبة فيدخل فيصلي داخلها، وهذا وإن كان اليوم عزيزا وقليلا وليس متاحا لكل أحد، فإن الصنف الثاني متاح، وهو الصلاة داخل الحجر، وهو حطيم المسمى بحجر إسماعيل، الجزء المبني بالقوس في الجدار تجاه الكعبة من جانبها الغربي، فإنه جزء من الكعبة لمن دخله فصلى فيه. الصلاة داخل الكعبة سنة مستحبة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فإنه دخلها يوم الفتح وصلى فيها ركعتين. أخرج البخاري من حديث سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، يعني أغلقوا الباب، فكانوا في الداخل أربعتهم. فلما فتحوا يقول ابن عمر: كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين، يعني من جهة جنوب الكعبة، فصلى فيه صلى الله عليه وسلم. من تيسر له دخول الكعبة للصلاة فيها صح له الصلاة في أي نواحيها، فإن صلى إلى هذا الجدار أو ذاك أو الثالث أو الرابع صح، لأنه في جوف الكعبة. ذكر ذلك نافع المولى بن عمر. كل ذلك في النافلة وصلاة السنة المستحبة، أما الفريضة فبين أهل العلم خلاف في صحة وجواز الصلاة داخلها. ولهذا ترون اليوم إذا أقيمت الصلاة المكتوبة في الصلوات الخمس أغلق الحطيم أو الحجر ومنع الناس من الصلاة داخله، اجتناباً لخلاف الفقهاء، لأن منهم من يقول بعدم صحة صلاة الفريضة داخل الكعبة فيصلي الناس إليها ولا يصلون داخلها. وأما الحجر فقد تقدم أن عائشة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الكعبة، فأتى بها فأدخلها الحجر وقال: صلي ها هنا، فإنها من الكعبة. وسبب ذلك كما تعلمون أن قريشا لما أرادت بناء الكعبة
واشترطوا في جمعهم المال لبناء الكعبة أن لا يجمعوا فيه إلا درهما من حلال، فقصرت بهم النفقة عن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام بتمام البناء. فلما اكتفى المال الحلال ولم يجز إلا لهذا القدر، جعلوا حجارة على الجزء المتبقي من الكعبة للدلالة على كونه منها وداخلا فيها، فلما حجروه بالحجارة سمي بالحجر أو يسمى بالحطيم لأنه الجزء المتهدم، فبقي دلالة على أن هذا قطعة من الكعبة، فمن دخله فهو في داخل الكعبة لأنه جزء منها. ما نهاية أمر الكعبة في آخر الزمان؟ وما شأنها كما دلت على ذلك أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ إن من علامات الساعة وقيام القيامة آخر الزمان ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وهذا إنما يكون في آخر الزمان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: استمتعوا بهذا البيت، وفي لفظ: استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثة، نعوذ بالله من إدراك ذاك الزمان. هذه الكعبة يا كرام أعظم ما في المسجد الحرام، بل ما كانت العظمة لمكة إلا لعظمة هذه الكعبة، وما زالت القلوب تحن وتشتاق وتعظم مكة لأجل هذه البقعة الطاهرة، فهي أطهر بقعة على وجه الأرض إطلاقا، وهي أعظم ما على الكرة الأرضية من بقاع الدنيا قط. هذه بيت الله الحرام التي أمر الله عز وجل بأن تكون قبلة المسلمين، وأن يقصدوها في حجهم وعمرتهم ملبين، وأن يأتوا إليها ضارعين مخبتين، وجعلت الكرامات محفوفة بهذا البيت العتيق. أما بقية الآيات البينات فهي كالتالي: ثانيا، الحجر الأسود، وهو قطعة من الكعبة، حجر منصوب في الركن الشرقي من الكعبة حيث يبتدئ طواف الطائفين من ذاك الركن. والحجر الأسود المطوق بطوق من فضة هو الجزء الذي جعله الله آية في حرمه الآمن، وله أحكام وآداب. أولها أن الحجر الأسود من الجنة كما ثبت في الحديث الصحيح الذي أخرج الإمام النسائي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجر الأسود من الجنة. هذا النص يا كرام لا اجتهاد فيه، وهو إثبات أن هذه القطعة أراد الله أن تكون جزءا من الجنة موجودة في دنيا الناس اليوم، ولهذا عظم شأن الكعبة بهذا الحجر وأنه جزء من الجنة أراد الله أن يكون في بناء الكعبة. وفي حديث الترمذي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الحجر الأسود من الجنة، قال: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. قال العلماء: إن كان الحجر وهو جماد يتأثر بخطيئة ابن آدم وذنوبه ومعاصيه فيسود، فكيف بقلب ابن آدم؟ فكيف بقلب صاحب المعصية نفسه؟ إن العبد كلما أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا استغفر وتاب ونزع وأقلع صقل ذنبه، فإن عاد فأذنب نكت في قلبه ولا يزال كذلك، كلما استغفر غسل قلبه وصقله ومحاه، وكلما ازداد ذنوبا تتابعت النكت السوداء. قال صلى الله عليه وسلم: حتى تغدو القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره، يعني يبقى هكذا في قوة إيمانه. قال: وقلب أسودا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. تلك المرحلة لما تتكاثر الذنوب وتتتابع المعاصي ويحرم صاحبها من التوبة والاستغفار، ويظل هكذا في استخفاف واستهانة بالحرمات، يطمس على قلبه والعياذ بالله فيظلم، وإذا أظلم القلب أعتم، وإذا أعتم ما وجد لذة لطاعة ولا حرقة على مقارفة معصية،
ولا وجد أثرا لعبادة الله عز وجل. قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا عياذا بالله. هذا الحجر الأسود الذي ثبت في الحديث أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، قال فسودته خطايا بني آدم. من أحكام الحجر الأسود في الطواف أنه يقبل ويستلم ويسجد عليه، كل ذلك ثبت عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا جزء من تعظيم المسلمين لهذه القطعة من الكعبة. أما تقبيله فلمن كان عنده وبجواره، يقبل الحجر فيضع شفتيه عليه، يقبل موضعا قبله سيد البشر صلى الله عليه وسلم ويشرف بذلك. وإن ابتعد عنه واستطاع أن يمد يده فيستلم الحجر فيضع يده عليه، يقبل يده التي مست الحجر. وإن لم يتيسر له ذلك وكان مبتعدا واستطاع أن يمس الحجر بعصا في يده أو محجن أو قضيب ونحو ذلك، فإنه يشرع له أيضا أن يضعه على الحجر فيقبله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من تهيأت له الفرصة وأتى الحجر الأسود وعاينه فإن تقبيله سنة والسجود عليه أيضا سنة. والمقصود بالسجود وضع الجبهة عليه، هذا مما ثبت أيضا كما في الأحاديث الآتية. أخرج البخاري في صحيحه من حديث الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، قلت أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت؟ قال اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. ما أعجب ابن عمر رضي الله عنهما افتراض لا يحمل صاحبه فيه رغبة وحرصا على إتيان الحجر وتطبيق تلك السنة. وعند الإمام مسلم في صحيحه من رواية نافع قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يستلم الحجر بيده ثم قبل يده ثم قال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فما فاته رضي الله عنه ذلك. وروى الإمام مسلم أيضا عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. المحجن العصا التي يكون رأسها منعكفا ومنثنيا كما يحملها كثير من كبار السن، فهي العصا التي ينثني رأسها. قال رأيته يستلم الحجر بمحجن ويقبل المحجن. فإذا إما تقبيل الحجر بالشفتين أو تقبيل اليد بعد وضعها على الحجر أو تقبيل العصا والمحجن ونحوها بعد استلامها بالحجر. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. من ابتعد عن الحجر الأسود وكان بعيدا عنه في الطواف لا يتسنى له تقبيله بالفم ولا استلامه باليد ولا بعصا ونحوها، فإن الإشارة والتكبير عن بعد يقوم مقام ذلك ويكتفي به. هذا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وقد أخرج الإمام مسلم أيضا عن سويد بن غفلة قال رأيت عمر رضي الله عنه قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا، يعني يحتفي بتعظيمه للحجر الأسود في الطواف وتقبيله والتزامه. أما السجود على الحجر فقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه من حديث جعفر بن عبد الله قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال رأيت خالك بن عباس يقبله ويسجد عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت. والحديث صحيح الإسناد. ولهذا بوب ابن خزيمة رحمه الله على هذا الحديث في صحيحه بقوله السجود على الحجر إذا وجد الطائف السبيل إلى ذلك من غير إيذاء المسلم. وانتبهوا لهذه،
هذا ترجمة الإمام ابن خزيمة في الصحيح، يقول: باب السجود على الحجر إذا وجد الطائف السبيل إلى ذلك من غير إيذاء المسلم. هذه الجملة مهمة جدا في ميزان الشريعة معشر المسلمين. كلنا يحب تقبيل الحجر، وكلنا يريد نيل ذلك الشرف وحيازة هذا الأجر ونيل ذلك الفضل، ولكن مع الزحام الشديد وتكاثف الناس في ازدحامهم على الحجر، فانتبهوا لا يغلبن الأقوياء على الضعفاء، أو يزاحم المسلم بالمناكب فيؤذي إخوانه المسلمين. يريد ثواب تقبيل الحجر يزعم، ثم هو يؤذي مسلما. انتبهوا، لن نفعل حراما لنيل أجر سنة، لن نؤذي مسلما وأذية المسلم حرام، لن نقع في محرم من أجل أن ننال ثواب سنة. من تيسر له واقترب في طوافه، أو انتظر حتى أتاه الدور ثم تهيأ له، فهنيئا له، أجر لا يجد فيه أذية ولا عدوانا على مسلم. هذه السنة يا كرام. ولذلك كان عمر رضي الله عنه عندما جاء إلى الحجر الأسود قبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ما ثواب من قبل الحجر، من استلم الحجر، من طاف واستطاع أن يستلمه؟ في سنن النسائي من حديث عبيد بن عمير أن رجلا قال لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، ما أراك تستلم إلا هذين الركنين، يعني الركن اليماني والحجر الأسود. فقال رضي الله عنهما: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخطيئة، فمن مسح الركن أو الحجر مسحت عنه خطاياه كرما من الله، فأنت تأتي إلى مكان عظيم في بيت الله الحرام. ليس هذا فحسب، بل روى ابن خزيمة في صحيحه، والإمام أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: والحديث صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. يبعث الله الحجر الأسود يوم القيامة له لسان وشفتان يشهد لمن استلمه بحق، ويكون هذا عند الله عز وجل شهادة. لكنه كما أكد لا ينبغي إيذاء الطائفين عند الاستلام، ويترتب على ذلك أذى أو مفسدة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا عمر، إنك رجل قوي وإنك تؤذي الضعيف، فإذا رأيت خلوة فاستلمه، وإلا فكبر وامضي. والحديث وإن كان مرسلا لكنه قاعدة عظيمة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا وجدت على الركن زحاما فلا تؤذي ولا تؤذى. ما أحرانا أن نبثها بين جموع الطائفين، حجاجا ومعتمرين وطائفين. إذا وجدت زحاما على الركن فلا تؤذي ولا تؤذى. يقول ابن عباس: إذا وجدت على الركن زحاما فلا تؤذي ولا تؤذى. ويقول أيضا: واسمعوا رعاكم الله إلى كلام علماء الإسلام وأئمة الصحابة والتابعين. يقول ابن عباس: لوددت أن الذي يزاحم على الركن، يعني الحجر الأسود، ينقلب كفافا لا له ولا عليه. يقول: أتمنى أنه لو استطاع الداخل إلى الحجر من أجل تقبيله أنه يخرج من غير أجر ولا إثم. يرى أنه ربما كان في مزاحمته يرتكب من الإثم وأذية المسلمين ما يفوت عليه أجر تقبيل الحجر وثواب إتيانه. يقول: لوددت أنه انصرف لا له ولا عليه. والنهي في حق النساء آكد معشر المسلمين، النهي في حق النساء آكد. نهي عن ماذا؟ نهي عن المزاحمة من أجل تقبيل الحجر. جاءت مولاة لعائشة رضي الله عنها في سنة من السنوات وقد حجت، قالت: يا أماه، طفت بالبيت واستلمت الركن مرتين أو ثلاثة. جاءت فرحة تخبر عائشة رضي الله عنها بأنه تيسر لها في الطواف أن قبلت الحجر مرتين أو ثلاثة. قالت: يا أماه، طفت بالبيت واستلمت الركن مرتين أو ثلاثة. قالت عائشة رضي الله عنها: لا آجرك الله،
لا آجرك إلا تزاحمين الرجال، هل لا تفطب البيت من بعد واكتفيت بذلك؟ فانظر كيف ينبه أئمة الصحابة رضي الله عنهم على العناية بشأن حصول أجر تقبيل الحجر ولكن من غير مزاحمة أو مدافعة، وشأن النساء في الاختلاط والازدحام أو التصاق الأجساد آكدوا والله في الصوم والابتعاد. فالتنازل عن تلك السنة في زحام شديد وموسم كثيف أولى بالمؤمنة المسلمة وأحرى لثوابها ألا تفتن ولا تفتن. الطائف كلما مر على الحجر الأسود في طوافه فإنه يسن له أن يكبر عنده، فإذا قبله أو استلمه أو استلمه بشيء بيده وإن بعد اكتفى بالإشارة مكبرا. فإذا كان في الطوف الأخير والشوط الأخير من الطواف فإنه ينتهي طوافه بوصوله إلى الحجر الأسود من حيث ابتدأ، وعندها أيضا يكبر، فيكون عدد التكبيرات كم؟ 8، وابتدأ به وانتهى به. هل يشرع تقبيل الحجر في غير طواف؟ نزلت إلى المطاف، صليت، انصرفت، وجدت فرصة لتقبيل الحجر، هل يشرع ذلك؟ الجواب نعم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أتم الطواف وصلى ركعتين في خروجه إلى المسعى أتى الحجر فقبله ثم انصرف، فهو عبادة مستقلة يمكن لمن تيسر له ذلك أيضا أن ينال أجرها. وبعض أهل العلم يرى الاقتصار على 7 تكبيرات، وأن الشوط 7 إذا انتهى به عند الحجر الأسود وقف عنده وانصرف ولا حاجة إلى التكبير، والأمر في ذلك واسع. وفي صفة التكبير تقول الله أكبر، وورد عن ابن عمر إضافة البسملة بسم الله والله أكبر في بداية كل شوط، فإن اكتفى بالتكبير فهو سنة، وإن أضاف البسملة فقد ثبتت عن ابن عمر رضي الله عنهما. إذن هذه الكعبة أولا، وهذا الحجر الأسود ثانيا، أما ثالث الآيات في البيت الحرام فهو الركن اليماني، ولا زلنا في أجزاء الكعبة. الركن اليماني الواقع قبل الركن الذي فيه الحجر الأسود والذي يسبقه مباشرة في طواف الطائفين، سمي بالركن اليماني لأنه يقع جنوب الكعبة في جهة اليمن، والعرب تسمي كل شيء جنوب مكة يمنا، كما تسمي كل ما كان جهة شمالها شاما، فجهة الشام شمال مكة وجهة اليمن جنوب مكة، فيسمى الجهة اليمانية والجهة الشامية، فالشامية شمالا واليمانية جنوبا، فسمي الركن اليماني لأجل ذلك. السنة في الركن اليماني استلامه دون تقبيل، وهذا يخطئ فيه كثير من الطائفين ويقبل الركن اليماني كما يقبل الحجر. السنة يا كرام عن المصطفى عليه الصلاة والسلام استلام الركن، مسحه دون تقبيل، فإن كان عن بعد كبر دون إشارة، يكتفي بتكبيره وينصرف. ومضى في حديث ابن عمر إن مسحهما يحطان الخطيئة، يعني الركن اليماني والركن الأسود والحجر الأسود. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسحه بيده الشريفة كما في حديث ابن عمر لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. هذا الركن اليماني الواقع قبل الحجر الأسود ويسن في الطواف في كل شوط لمن أتى جهة الركن اليماني وكبر عنده أن يقول بينه وبين بلوغ الحجر الأسود، وهو آخر قطعة في طوافه من كل شوط، أن يقول الدعاء الجامع العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ليس في الطواف دعاء مخصوص إلا في هذا الموضع الثابت في السنة، وما عداه فادع بما تحب بما شئت، لكن السنة في هذا الموضع خاصة أن تقول هذه الدعوة الجامعة في كل شوط من أشواط الطواف. رابعا من الآيات البينات ولا زلنا في الكعبة الملتزم، والملتزم هو القطعة الواقعة في جدار الكعبة بين الحجر الأسود وباب الكعبة، وبعضهم يقول إلى الركن الآخر تماما في الجدار الشرقي بأكمله. باب الكعبة يقع في الجدار الشرقي، والحجر الأسود هو في الزاوية الواقعة بين الجدار الشرقي والجدار الجنوبي،
فالملتزم هو المسافة بين الركن الحجر الأسود وباب الكعبة وهي قصيرة. ومن العلماء من يقول بل الملتزم هو المسافة كلها إلى نهاية الجدار الشرقي. الملتزم في حديث عبد الرحمن بن صفوان أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة في فتح مكة هو وأصحابه، فاستلموا البيت من الباب إلى الحطيم. أين الحطيم؟ الجدار الشمالي للكعبة، فهو يقصد الجدار الشرقي بأكمله. استلموا الكعبة من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت. وهذا معنى التزام الملتزم، أن يأتي فيرفع يديه ويلصق صدره ووجهه بالكعبة، بجدار الكعبة، سواء قلت هو بين الحجر الأسود والباب أو هو بين الحجر الأسود إلى الحطيم في جدار الشرقي بأكمله. يقول في حديث عبد الرحمن بن صفوان رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة في فتح مكة هو وأصحابه، فاستلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وفي سنده ضعف، ويتقوى هذا بفعل الصحابة. نعم، ركزوا معي، لا يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه وقف بالملتزم، لكنه ثبت من فعل بعض الصحابة، كما ثبت عن عبد الله بن عمر قام بين الركن والباب فوضع صدره وذراعيه وكفيه وبسطهما ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. ثبت عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما قال هذا الملتزم بين الركن والباب، بين الحجر الأسود والباب، وهو جزء من الجدار الشرقي وليس بأكمله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن أحب، يعني الحاج في حجه، إن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك، وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع وغيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. وإن شاء قال في دعائه المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما الجمل الآتية: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فرّ عني قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني، اللهم فأصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. إن قال هذه الجمل فهو حسن، وإن دعا بغيرها فلا بأس، لكن تأمل تعظيم الصحابة والسلف لهذا المقام، يأتون عند باب الكعبة فيلصقون صدورهم ويرفعون أيديهم وذراعتهم ويضعون وجوههم على جدار الكعبة في مظهر يشعرك بتمام الذل والافتقار. وهذا المراد، أن يعيش العبد تعظيما عظيما للبيت العظيم في تلك اللحظات. وهذا هو موطن تنزل الرحمات، أن يرى الله فقرك، وأن يسمع حاجتك، وأن تبث إليه شكواك، وأن تبذل له من فقرك وتوسلك ودعائك وتضرعك ما يحب أن يسمع الله منك، ثم تغشاك رحمة الله. بالله عليكم، من كان في جوف بيت الله وأتى منطرحا واقفا على أعتاب الباب يسأل سؤال المساكين ويمد يده مد الفقراء المحتاجين ويقول يا رب أعطني، أيرده أكرم الأكرمين؟ أيحرمه ربه سبحانه وتعالى؟ يا أخي والله ما يفعلها بشر وهو بشر من الكرماء،
إذا دخل فقير إلى داره وتوسل إليه بجاهه أن يعطيه شيئا من الأعطيات، فكيف برب البريات؟ فكيف بمالك الملك؟ كيف من بيده خزائن السماوات والأرض؟ كيف بمن أكرم العباد فأتى بهم من بلدانهم إلى بلده ومن بيوتهم إلى بيته؟ ما أتى بهم إلا ليكرمهم، ولا أوفدهم إلا ليعطيهم. فمثل هذا المقام يستشعر فيه القاصدون حجاجا ومعتمرين أنهم أذلة واقفون عند باب الكريم، أنهم فقراء واقفون بباب الكريم الغني، وأنهم ضعفاء والله عز وجل القوي. هنا تستنصر بربك وتسترزق وتستعطف وتسترحم وتسأل كل حاجات دنياك وأخراك، والله لن يبقى هم في حياة صاحبه وهو متوسل عند أعتاب بيت ربه، ولا يبقى كرب ولا مصيبة ولا دين ولا شيء من هموم الدنيا، سيبرح كل ذلك ويذهب هباء إذا توسل العبد وصدق في مناجاته لربه وسؤاله من فضله. خامسا من الآيات البينات في البيت الحرام، وهو جزء من الكعبة أيضا، الحجر، فيما تسميه العامة حجر إسماعيل عليه السلام، والمسمى بالحطيم، وهو كما تقدم جزء واقع في الجدار الشمالي للكعبة على شكل جدار قصير مستدير، لا يزال إلى اليوم بهذا الشكل، على شكل نصف دائرة، هو جزء من الكعبة. وذلك كما تقدم أن قريشا لما عزمت على بناء الكعبة بعدما هدمها السيل في قصة وضع نبينا صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود بيديه الشريفتين، لما رضوا بأول داخل من باب بني شيبة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا، قالوا هذا الصادق الأمين، فتشرف بوضع الحجر بيديه الشريفتين عليه الصلاة والسلام. لما بنت قريش الكعبة يوم ذاك قصرت بهم النفقة، وانظر كيف ألهم الله الكفار وهم يعبدون الأوثان ويشركون به في البيت الحرام، ألهمهم ألا يضعوا درهما حراما في بناء الكعبة، كان هذا من تعظيم ربك جل جلاله لبيته الحرام، فما أذن لبشر أن تلطخ الكعبة المعظمة بدرهم فيه ربا أو بغاء أو خيانة أو سرقة أو زور أو كذب أو غش. فلما تعاهدوا ألا يضعوا إلا درهما حلالا قصرت بهم النفقة، فأتموا البناء على النحو الذي ترون، وجعلوا الجزء الباقي محجرا بالحجارة، دلالة على أن هذا قطعة من الكعبة ما استطعنا بناءه، لكنه جزء منها وهو داخل فيها، فسمي لذلك المعنى حجرا. حجرت على هذا على أساس قواعد إبراهيم عليه السلام. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا عن بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من 7 أذرع عليه الصلاة والسلام. يعني ما تبقى من جدار الكعبة المبني في الجهة الشمالية وما بين الحطيم المحاط بهذا الحجر قرابة 7 أذرع هو جزء من الكعبة، فإن تم البناء كان شكل بناء الكعبة مستطيلا لا مربعا، وهو كذلك على قواعد إبراهيم عليه السلام. ترك منذ ذلك الزمان، وصرح عليه الصلاة والسلام لعائشة بقوله رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لهدمت الكعبة وأعدت بناءها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وباب يخرجون. ما فعل عليه الصلاة والسلام؟ راعى ماذا؟ راعى مصالح أعظم، وخشي من مفاسد متوقعة، لئلا تقول قريش ها هو ذا قد غير دين آبائكم والآن يغير بيت الله، فآثر عليه الصلاة والسلام الإبقاء على هذا المعنى في نفوسهم تعظيما للبيت الحرام، وترك الكعبة وبقيت هكذا حتى كان زمن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في إمرته على الحجاز بمكة في خلافة بني أمية، فإنها لما تهدمت الكعبة أعاد بنيانها على قواعد إبراهيم عليه السلام كاملة، فأتم البناء على النحو الكامل، ثم هدمت أيضا في حرب الحجاج بن يوسف لعبد الله بن الزبير، وكانت قد قذفت الكعبة بحجارة المدافع ومنجنيق فتهدم جزء منها، فلما انتهت الفتنة
واستتب الأمر لبني أمية وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، أراد بنو أمية إعادة البناء، ولما استفتى فقهاء الإسلام ومنهم إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، أبوا رحمة الله عليهم أن تعاد بناء الكعبة إلا كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشية أن تكون الكعبة ألعوبة في أيدي الحكام والخلفاء، كلما جاء خليفة هدم وبنى فتخرج الكعبة عن معنى التعظيم الذي تركه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زالت منذ ذلك اليوم إلى اليوم على هذا الحال الذي ترونه اليوم بالجزء المنبني، وبقي هذا الحطيم القدر الذي حدده رسول الله عليه الصلاة والسلام من البيت. فمن أراد دخول الكعبة دخل الحطيم أو الحجرة فصلى فيه ركعتين كأنما فتح له باب الكعبة فدخل وصلى، سواء بسواء لا فرق في ذلك، الصلاة فيه كالصلاة داخل الكعبة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها فيما أخرج عبد الرزاق في المصنف قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجرة وقال: صلي في الحجر إذا أردت، فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. لأجل ذلك يا كرام ينبه الفقهاء أنه من الخطأ في الطواف عندما يأتي الطائف بعدما يتجاوز باب الكعبة، من الخطأ أن يدخل من الحطيم ليخرج من الجهة الأخرى، فإن فعل بطل شوطه ذاك في الطواف، لأنه أتى بجزء من شوطه في الطواف داخل الكعبة، والمطلوب أن يكون الطواف حولها وليس داخلها. فينبه ربما وجد بعض الناس وقت الزحام أنه الأقصر له في الطريق أن يدخل الحطيم من تلك الجهة في الجدار الشرقي ويخرج من الجهة الغربية، لكنه إن فعل ذلك أخطأ في طوافه وعليه أن يعود ليكمل شوطه كاملا. وهذا من التنبيهات. سادسا من الآيات البينات المنصوص عليه في الآية الكريمة، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. وتقدم في الحديث الذي أخرج البخاري رحمه الله في قصة بناء الكعبة أنه هذا المقام هو الحجر الذي أتى به إسماعيل عليه السلام لأبيه الخليل إبراهيم عليه السلام عند بناء الكعبة، من أجل أن يرتفع عليه لما ارتفع صف البناء في الكعبة. فلما تطاول البناء جاء هذا الحجر الذي أتى به إسماعيل عليه السلام، ثم قيل إنه هو الحجر ذاته الذي وقف عليه إبراهيم عليه السلام يدعو وينادي مؤذنا في الناس بالحج لما اكتمل بناء الكعبة. فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة. جاء ذكر المقام منصوصا في القرآن الكريم. يقول الإمام ابن جرير رحمه الله: إن أول بيت وضع للناس مباركا وهدى للعالمين للذي ببكة، فيه علامات بينات من قدرة الله وآثار خليله إبراهيم عليه السلام، منهن أثر قدم خليله إبراهيم في الحجر الذي قام عليه. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: لم تزل آثار قدم إبراهيم عليه السلام حاضرة في المقام، معروفة عند أهل الحرم، حتى قال أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصيدته المشهورة: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. ما شأن المقام في الإسلام؟ أمر الله باتخاذه مصلى لمن طاف بالبيت الحرام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. في صحيح البخاري من حديث أنس قال عمر رضي الله عنه: وافقت الله في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فكانت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الطواف أن يجعل ركعتيه خلف المقام. لكل طواف في الإسلام ركعتان من السنة: طواف قدوم، طواف حج وإفاضة، طواف وداع، طواف نافلة، كل طواف سبعة أشواط، ولكل طواف بعده ركعتان من السنة. والسنة أن تصلى هاتان الركعتان خلف المقام إن تيسر
ولم يكن زحام. فأما إذا امتلأ صحن المطاف بالطائفين وتكاثر الناس فمن الأذية للمسلمين، ومن الأذية للمصلي نفسه أن يصر على الصلاة خلف المقام لكنه يصلي حيث شاء في جنبات المسجد الحرام، فذلك مجزئ. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة كما في حديث النسائي من رواية ابن عمر، وفي حديث جابر رضي الله عنهم جميعا قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، ومن لم يتيسر له صلى في أي ناحية. هذا هو المشروع عند المقام، والصلاة خلفه لمن تيسر له ذلك ولو بعد عنهم. أما التمسح بالمقام أو التبرك به فليس مشروعاً قط، وليس هو بموضع تبرك، وإنما كان المقام ملتصقاً بالكعبة، حتى كان زمن الخليفة عمر رضي الله عنه فأبعده لمزاحمته للطائفين، وترك المسافة تلك ليبقى للطواف متسع للطائفين ولا يتضايق بالحج بالمقام وصلاة المصلين خلفه. هذا المقام هو الذي وقف أيضاً إبراهيم عليه السلام ونادى في الحج، كما في رواية ابن عباس: قام إبراهيم على الحجر فقال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج، فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فأجابه من آمن ومن كان سبق في علم الله أن يحج إلى يوم القيامة أجابه: لبيك اللهم لبيك. والرواية صحح إسنادها الحافظ ابن حجر في فتح الباري. هذه المعالم كلها من الآيات البينات يا كرام في البيت الحرام، وتبقى الصفا والمروة وزمزم أيضا من العلامات والآيات البينات التي جعلها الله جل جلاله في هذا البيت الحرام، وهي كلها من الآيات البينات. أما الصفا والمروة فالجبلان اللذان يسعى بينهما المعتمرون والحجاج في عمرتهم وحجهم، هي من شعائر الله بنص الآية في سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والله عز وجل قد قال في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والآية هناك كانت في سياق الهدي والأضاحي، الذبائح في النسك، وهي المقصودة بالشعائر، لكن اللفظ عام. فالصفا والمروة من الشعائر، ومقام إبراهيم من الشعائر، وعرفة ومزدلفة ومنن من الشعائر، كل ذلك ينبغي أن يكون مكان تعظيم. كيف التعظيم؟ هل هو بالتمسح بها، بأخذ شيء من ترابها وحصاها وحجارتها؟ هل هو بمسح الثياب بها والتبرك؟ الجواب لا، إنما التعظيم أن تكون عظيما في تلك المواضع، أن تكون في عبادتك لله مستشعرا عظمة المكان. ففضل الدعاء هناك والعبادة هناك لها عند الله وقع عظيم، لأنها مواضع عظمها الله جل جلاله. بيّن الله جل جلاله أنه شرع لإبراهيم عليه السلام السعي بين الصفا والمروة في ذلك المقام، وقدم في حديث ابن عباس قصة هاجر لما قامت تبحث عن الماء لها ولطفلها الرضيع، لما نفد الماء والتمر ورأت طفلها الصغير يتلوى من الجوع، فقامت تسعى بين الصفا والمروة تصعد عليهما: هل ترى أحدا؟ هل تسمع غواثا؟ هل تنشد نجدة؟ حتى أتاها الله بالفرج، وكان الملك الذي جاءها بزمزم بأمر من الله سبحانه وتعالى. ومن اللطائف في هذا المقام أيها الكرام ما ذكره بعض أهل العلم فيما يستشعره الحجيج والمعتمرون عند سعيهم بين الصفا والمروة وهم ينظرون إلى هذه المعاني العظام، أن الله عز وجل جعل لهاجر في تردادها بين الصفا والمروة وطلبها للماء حين تركها إبراهيم عليه السلام، فترددت وقطعت الوادي الذي بينهما مرات تبحث عن الماء، متذللة خاضعة وجلة صادقة في توكلها، معلقة قلبها بربها، مظهرة فقرها حتى كشف الله كربتها. ماذا كان مناها؟ كان غاية أملها شربة ماء، لكن لما جاء الفرج جاء بنبع يستقي منه الخلق إلى يوم القيامة. الفرج إذا جاء من الله لا يأتيك على قدر حاجتك، بل يأتي على قدر كرم الله. نتعلم إذا أتينا في سعينا بين الحج
والعمرة ونحن نسعى بين الصفا والمروة نتعلم هذا المعنى العظيم، فلا يكون سعينا ركضا مفرغا أجوف لا نجد فيه معنى الدعاء ولا التضرع ولا السؤال ولا الإلحاح ولا التقرب إلى الله. هذا معنى كريم يا كرام. يقول الأئمة رحمهم الله: وفجر لها الله زمزم فيساعي بينهما، كما يقول ابن كثير، فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله، وأن يلتجأ إلى الله تعالى ليزيح ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة، كما فعل بهاجر عليها السلام. هذا المعنى يا كرام الذي يذكره ابن كثير وغيره من العلماء استشعار لهذا المعنى. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. قالته عائشة تدري لما؟ جوابا على من استشكل قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قد يفهم أن المعنى لا حرج وأنه يباح ترك السعي بينهما، والمعنى ليس كذلك، لكنه كان عند الصفا والمروة صنمان لقريش، إساف ونائلة، فتحرج بعض الصحابة بعد الإسلام أن يسعوا في تلك الأماكن وهي شيء من شعائر الجاهلية. قال الله: فلا جناح، وإلا كما قالت عائشة: سن رسول الله الطواف بهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. فأصبح السعي بين الصفا والمروة من مناسك الحج والعمرة لا يتم النسك إلا بهما. ما يزال في هذا الحديث عن الآيات البينات بقية باقية فيما يتعلق بالمسجد الحرام والمناسك العظام. اللهم فإنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل من الآيات البينات في بيتك الحرام لقلوبنا مزيد إيمان وهدى، واجعلها لأعمالنا الصالحة مزيدا في الثواب والتقى يا رب العالمين. وصل يا رب وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.